قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لا الخونة يلا جيتي من الخدمة؟ يلا جيت. جيتي ولا غادي للخدمة؟ يا ودي جيت. عرفتي شنو؟ حتينا غادي نولي خدام، غادي ننزل للغار. بريت صافي، ما بقاش تشدني وكريز، وحق الله لا بريت. يا ودي الله يهديك، اش بينكم من شي خدمة؟ دار لك الله التاويل الخير، والله العظيم سعداتك لقيتي راسك في الحماق. اش من حماقة؟ شوف انت معذور، اللي درتيها جات معك. انا معذور؟ معذوري انا معذور. هو اعطيني باش نشري كارو. ضروري. يلاك انا عطيني هذه. لا لا غير هذا. يلا انا وليت لاباس عليا مرفح. والله الا علال انت زوين. انا زوين. علال انت زوين. ايه انت زوين علال. علال زوين. ماشي سيجاره. علال زوين. علال علال جاي يدور معايا ديما تعطيني باش نشري. علال زوين. شنو شنو؟ انا اللي درتها. انا بنت الحاج عمر اللي القبيله كلها كتشهد با. جوش ولدي البنت الصالح ديال با، بالحق الله يديرها الجفاف. هو اللي سواها وقادها وخلاني نعيش انا وياك في هاد الخربه. الجفاف راه عندك في عقلك انت، حررتي عليا العيشه. لا انا لا ولدك. يخ يخ، من النهار اللي جيت في لهاد الدار. اشنو؟ انا عندي جفاف في عقلي؟ سمعتي علال؟ سمعتي؟ سمعتي واش مراتك اش قالت؟ سمعتي وساكت وخليتي ميمتك القاده بنت الحاج عمر كتبهدل. بالحق انا لا، البلاصه اللي جيت فيها نتخص منها بالماء والشطابه حتى لقى البحر. على سلامة السي عمر. الله يسلمك يا فاطمه. وفين هاد الغبره؟ ايوا الخدمه وتماره. لا اله الا الله، تعال تشرب معايا كويس ديالات. لا لا نيت غادي نعمر واحد الكاس داتا. لا ولا لا، دخل دخل، رانا موجده شي شهيوات على حسابك. بارك الله فيك، خليها مره اخرى ان شاء الله. وهذه ما نقولها لك مره اخرى مره أخرى. لا واتع على الله يهديك. مصيبه صافحه قاني عليا على الصباح. يا ناري المهم تيشاش شي بالعاصيه يا ناري. غير شويه. لا 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 لا، ادريس بغي نهضر معاك. دويلا لاش كاين؟ واش هذاك الولد ما عندخلوش يقرا؟ شو يقرا؟ مالي انا منعته من شي حاجه. خاصو الوراق باش يدخل يقرا. عباد الله، حتى اتاي ما كتعرفي تصويه.
Il faut augmenter le tonnage. Sinon. سيد المدير إلا سمحتي لي هذا أسبوع زدنا 3 بوست الضغط كبير على الخدامة ولينا كنخدموا خارج الساعات الإضافية وبلا ضمانات اسمع مولاي لا تنساش باللي انت مسؤول ديال الشركة ماشي ممثل ديال النقابة خلي الاحتجاجات تجي من عند اللي معنيين بالامر راهم قادين برسهم الا سمحتي لي في صالحنا ناخذوا 3 ايام نقوي ولا شاربونت لي بوست جداد ما فيهمش لي نورم لا سيكوريتي نوفروا شروط السلامه ولا غادي تكون عندنا مشاكل هذا الشغل سيرفيس دو سيكوريتي المهم خصنا نزيدوا في الطوناج شركة أي شركة في الدنيا وجودها مرهون بالمردودية لغندمان لا برودكتيفيتي لا برودكتيفيتي سينو أوكان دو نو نا دو ريزون ديتر إيسي من اللي وجبد كاين حاجة أخرى سيد المدير الخدامة اجتمعوا اليوم والنقابة وزعت هذا البيان يتجمعوا ولا ما يجمعوش هذاك حقهم يمكن السيد المدير قرروا يعملوا اضراب على ظروف العمل هذا على حد تعبير البيان امولاي انا كنتكلم على ضروره الزياده في الطوناج وكلها يعمل شغلو بون داكور القانون كيضمن حريه الاضراب وي داكور ولكن اتاسيون كيضمن كذلك حريه العمل هي وي الشمرات راهم معرمين باب الإدارة والفار المقلق من سعد المش قل شكاز ديال الماء مشاهدنا الكرام بلاري. السلام عليكم اليوم المرة الثالثة غادي نربحوهم عطور حراس الشواطئ الإسبان صباح اليوم على 7 جثث لضحايا الهجرة السرية وفي بغداد لعب انفجار عبوة ناسفة خويا هادشي ديال البحر انا ما عنديش معاه انا يلاه الا كان شي تمره في المنجم وكارطه في القهوه ضد الوجود باش ما خارون دارش في جوج وفي عنان يصرح ان الفضيحه التي عرفتها عمليه النفط واحد وميسيه جوج شتي المساق هي اللي غدير لنا اداره ديال الشركه لتقصي الحقائق اخباركم مع عباد الله عباد الله الخدمه عجزت وخلاص على قد الحال والو وعاد سمعت شي خبرات راه خايبين هاد الايامات الاداره ديال الشركه راه غطرت فينا شي وحدين جمعينا خويا في الهضره في القهوه وقت الصح وقفوا الامور على الصح ديالها بصح كتلقى كل شيء مزيان فمو شتي هاد الهضره قولها شي حد اخر اما انا بزاف عليك انا راه قدم منك في المينا عبد الله شتي انا انت بدا لي دوز ما دوزوهاش قرانك حد كين غف شعارات وادريس راه حنا لاعبين كارطا كنسيو بها حنا مقصرين راه كل واحد فينا عنده مشاكله واجيك راه كاينين ديليغي هما مكلفين اسيدي هما يتحملوا مسؤوليتهم واللي قال العصيده بارده يدير يديه فيها العربي والعربي ها هو كتقبل الله كان تيقبل الله ولعب وما تفرعليش مخي واش دابا عشت راسكم خاسرين ساري كتبدلوا في الموضوع اه والله ما سبتكم براد ديالتي تلعب الا بغيت تلعب كيفاش براد وحنا دافعين حنا اللي دافعين اش اخباركم انا النقابه تعطلنا عليها يلا هاك فين سلحتي يا علال الله يستر الله يستر الوالده مع المراه دايرين بحال المش مع الفار داخل بالصداع وخارج بالصداع بغيتي المعقوله علال الوالده عندك قاصحه شي شويه ولا اني عايشه مراتك الله يعمرها دار الله يعمرها دار ايه في حق على ما فخباركمش بنك السيكاش كتعطي يا انت صدي عمر مالي انا مازال ما بغيت تضربها بشي تزويجه تاينوضوا لي القرور في راسي انا خويا ما قاد على داك الشيء ديال القاضي والعدولات ودوك الجمعيات اللي كيتهاموا وزيدون ما باغي يحكم في احد ولا بغيتي المعقوله السي علال المراه ما خاصها مدونه يا واش خاصها خاصها الراجل اللي ما بقاش كاينه خسر علال خونا
التامين الاجباري. الله على المناضل ديالنا. مناضل قولها وعمر بها فم. انا راك ديليك قبل ما يتهدم الغاء. الشيخ هنا مسكين عاش بمعجزه. ليكيب اللي كان معاهم كلهم ماتوا الله يرحمه. الله يرحمه. بالقن اعطي لخونا واحد كاس ديال الحليب على حسابي. على حسابي. بغيت قهوه. عطيها قهوة سيدي. عطيها قهوة سيدي. علال يلا ندركوا اجتماع ديالنا قبايل نقب ونقبن. بالقن قيد عليا. كتحد حتى 86% من تساقط الشعر. اسمعوا الخوت، راكم لاحظتوا جميع هاد الايام كيفاش الشركة ضربت بعرض الحائط الحقوق المشروعة للعمال. الهدف الوحيد ديال الشركة هو تحقيق أرباح طائلة ولو على حساب الطبقة الشغيلة. الهم الوحيد اللي عند السيد المدير هو يلمع صورته قدام المجلس الإداري. والحد الساعة مازال ما جاوبناش على الملف المطلبي اللي قدمنا ليه. عام هادي والمطالب محطوطة. واش غدير؟ بغيتي تقول شي حاجة سي العياشي؟ ما باغي نقول والو، تكلم اللي باغي تكلم. على الملف المطلبي اللي قدمنا ليه واللي كيهم تحسين ظروف العمل، أداء تعويضات على الساعات الإضافية، الأولوية في تشغيل أبناء العمال، السلف لبناء السكنة، والحول ديال العيد الكبير. وعياونا بكبير. جود راح تريح. هكذا جواد. تفو شكين شن بيش باش نحل عيني الله حفتك. يلا طلع طلع. كيفاش طلع؟ ميزي طيحوا الكواري. ما يعفو عليك والله ما عندي جواد. العشية تاخذهم. الله يرحم لك الوالدين. والله يرحم لك الوالدين. هو انت واش دابا انا كيحسبك انا زارعو في السطح سلعة ديال مواليها راني تنخرمز فيها كندور على راسي يا صاحبي. الله يهديك. وليتي قاصح يا جواد. واش عمرني خسرت معاك يا صاحبي؟ اوف عرفتي شنو غدير؟ باش ما نكعش انا وياك قطع انت هاد الحشيش هذا كاع وتهنى تدخين مضير بالصحة العمومية. و رول ما عنده باجاج. خلينا باش نتمازج. رول ما عنده باجاج. صباح صباح الخير. مساليك. الحمد لله. دابا باك خرج تقاعد ياك وانت عايشه بوحدك في الدار. قال زعما الا جينا نسكن انا وياك بين ما شويه ترقعنا وديك الساعه راه شوف هذا الموضوع راه سابق لوقته. راه من بعد غادي نجلسوا غادي نهضروا وغنهضروا بصراحه والله. وبعدا الفلوس اللي كنصور انا من تلبوتيك راه متعولش عليهم. واللي شرى شي حاجه يديرها في سميتو حتى راه جاب الله ما تفهمناش تكون امور واضحه. ما فهمتش شرا شي حاجه بفلوسه يديها بلا نزع ولا خصومه. هادي ياك خديجه دابا حنا باقيين كاع ما تزوجنا وانت كدوي على الفراق. راه الدنيا هذا مصطفى اللي ما يعرفش يتفرق راه ما يعرفش يتلاقى. جاي دير خانا انا. شكون هذا جاي يدير هنا؟ جاي يدير التليفون ولا بغيتي نمنعو؟ بلي غير هاد التليفون هو اللي بلي هنا ياك هاد السقف ضيناه وصافي كل واحد يعوم بحرو ويه. قوم كبير صافي مصطفى عافاك. تريقيل دابا Thank you.
ولد هاك. شنو بوطه؟ واش انا غادي مخيم جايب لي بوطه؟ هاك هذه خليها عندك تنجيب لك فلوس وعطيني مال كمل. انا راه كنشري السلعه كنشريها بالفلوس، ما كنشريهاش بالقراعي ديال الغاز. بيع لي قجقجك وقعد مني. الله يحفظك يا جواد، لما عطيني مال كمل الله يعفو عليك. واجي دابا انا غادي نبقى مقابلك اليوم، جبتي بوطه غدا جيب لي كوكوط ديال امك تتصفر، غدا جيب لي قصريه. سير بعد مني، سير عطيني اتساع الله يرحم بوك. دير معايا انا الحساب يا جواد. الحساب هو اللي كندير انا. اجي 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 كمان شنو اجي حط 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 هذيك البوطه حط. هاجي نقولك اطرا ندير لي واحد السيرفيس وغادي نعطيك مسكمي. شنو هو السيرفيس؟ واحد خي بغيتك تخلي ليه ضربو شوه ومرمدو، فهمتي؟ هادي هي بلاتي غير بلاتي بلاتي. مالك تطير خصني منكمي يا جواد انا طلقني خليني نمشي عنده. بلاتي بلاتي راه هو شتي اللي خارج من التيليبوتيك ونطقي الكحله هو هذاك. يلا هاجي بلاتي. كتعرفني؟ كنعرفكش. عمري ما شفتك. صافي رول ما عنده باجاج. ايوا فين؟ ما هداكش النطر دي فلوس اللي كانت سالك. تتسنى الفلوس؟ انا كنسالك انت الفلوس. شحال يدك بعدا؟ عطيني رزقي. كتخرج في عينك فاش كنتي محتاجه كتطلب وتزاوج، ودابا كما عرفت ما يدير كتهلل عليا. شي داك التريكيل فتك ليه فهمتي؟ وصير تريكيل؟ شنو دابا اللي بغى فلوس ولا كيتريكيل؟ واعطيني فلوسي وعباد الله. عطيني فلوس شوما صاحبي. عطي السيد رزقه. ترى ما تنعرفو ما والو. لا رامي علي الباطل هاد خاين هذا. كيفاش يرمى عليك الباطل؟ وكيفاش خدخل سوق راسك ودخل سوق راسك. اش هادشي داك الحشيش؟ ما بغيتش تعطينا ابتساع ادوي مشى عمرك جاي كتكذب على الراجل. ما حشمتيش ها؟ كدافي لي حيت صاحبك. اه صح فمك صح فمك. والله فك لبقات من والله فك لبقات على عليا صاحبي. فكوا عليه ما تسقلا صاحبي. ما كاينش كاع اللي حابينه وما تسقلكم نتوما صاحبي. اخويا صافي السيد هضر معاه صافي صلاة النبي. خويا كنعرف انا اللي راجل وعينو فشي واحد كيجيه فاس ما كيصيفطش ليه حشيش يدخلع. دابا انا شنو ماشي راجل جيتك خديجه انا ولا شنو؟ اش باغي تقول لي انا كاع انت على ود هادي؟ انت كاع هاد الهضره هادي منورت هاد القيامه. اسمع اسمع شوف، يا ما غتعطينا ابتساع هو هذاك ما تعطيناش ابتساع غنشوف اش غندير لك. علاقتنا راه قويه وما عندك ما تسكر منا. عسكت عسكت انت شوف شنو دابا شنو راه انت ولا هي ما تسطاش على باغي ديروا انتوما شي شوه هنايا في هذا الدرب هذا. خويا غتسمع تصنت لي انا اللي نهضر معاك. سمعتي؟ لا انت ولا هي راه ما داخلين ليا لا من هنا خارجين من هنا. لا بغيتو تمثلوا شي فيلم هندي وتولي انت عبد الحليم وهي شاديه ديال السماعيه راه ما داخلينش ليا انا لهنايا. خويا نقول لك كلمه واحده، خويا راه ما باغيش الصداع انا. الا انت مولف الصداع انا ما مولفش به. لا انا كنقلب عليه وقاد به فهمتي. سير انت في حالك دخلي ولي دير لي انت فيها. صافي ماريا كلارا. اعوذ بالله من الشيطان. رول ما عنده باجاج. انا ها واحد يلا ها واحد هلعت ريجا. مالك مصدع على انت مات؟ شنو؟ صافي سير سير قول لها دابا نجيب داكشي معايا. يلا شوف قطع الشنطي مزيان. اش 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 الدراري هادي مالك مصدع على هذاك الصفار؟ انا الصفار واطلق. يلا سير وبشوي عليك صداعات. الله يهديهم الدراري هما هذوك. لاباس سيدي. انا هانا هانا يلا يلا طلق سيدي. هانا سيدي عطي هادي تكون مزيان. بس بدك من براده ودي ادريس. يلا اللي بعدك سير سيدي. المارشي غادي نبدلو لك القيمة ديالو 150 مليون. وحتى انا راه موجود كيف القاعدة 20% ديالك. لا 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 با كيستيون با كيستيون. راني كنراهن بالمنصب ديالي الله يخليك 50% 50% على قضية كيف ما كان راه مجرد وثائق وفاكتورات وهمية سي تو كوا. ايوا راه مدة هادو حنا كنتعاملو ماشي غادي نختلفوا اليوم. المهم الله يخليك الفلوس كاش. انا ما عنديش مع الشكات يا سيدي. ماشي غير كاش فوق كاش وغادي يوصلوك حتى ليديك ما يكون غير خاطرك. راه حنا بينا العشره الطول وراه قال لي تقلت عليك نخفوا باباها.
غادي تمشي انت والجروب ديالك للغاليري الجديده نيميرو 18. ولكن مازال ما كملنا الخدمه من الغاليري الاخرى. غادي نصيفطوا اللي كملها غير سيروا نتوما. هو لا غاليري 18 مازال كاع ما دازت لنا سيكوريتي. لا واش انت يلاه قلتي بسم الله الشاف؟ واش نتوما فين ما كانت شي طامه تتصيفطونا ليها؟ انا راني غير مامور. سير ستار الله سير. مامور ثم تتاكلوها بارده وتقول لي مامور. بشرى صباح الخير. صباح الخير. بغاك السيد المدير طلع عنده الفوق. ولاش بغاني المدير؟ لا ما عرفتش. خلاص. اسمح لي يا سيد المدير. انا ما يمكن لياش نوقع على هذه الوثائق. لانها كتنافى مع الواقع. بالنسبة لي هذا الماتيريال ما دخلش للمنجم. وحتى الى دخل انا ما عنديش بيه علم. سي جمال عيطت لك باش نتفاهموا. الملف ديالك مزيان. انت كونترمتر مقتدر. ولكن المشكله ديالك سي جمال هو انك كتنسى باللي انت اطار. والاطار ديال الشركه كتهمو مصلحه الشركه اولا وقبل كل شيء. ما فهمتش السيد المدير. ما فهمتيش. طيب اسيدي غادي نتكلم معاك باكثر وضوح. سي جمال راه ما يمكنش تكون كونتر ماتر وفي نفس الوقت يكون عندك ميول نقابي. مستحيل. سي كازيما امبوسيبل. انا سيد المدير كنهضر على المصلحه العامه. اشنو كاش كنتي باغا كوين؟ لا المصلحه العامه. المصلحه العامه انا اللي كنعرف شنو هي سيدي. ومهمتي انا نحرص عليها. والمهمه ديالك تنفيذ التعليمات ما تتعرقل. سيد المدير سعنبي المقابلة انتهت يا سيدي. آخر إنذار. عطيك الدار السيارة أجرة مخيرة من غير التعويضات. إلا ما كنتيش قادر على المسؤولية خليها. راه كاين اللي باغيها وقادر عليها وكيتسناها. يمكن لك تمشي. تفضل. عمر كثير القصر راني خدام. عمر شي مزيان. غريب حياتي. شي هاي دريش. نوض تربح شويه. تربح شويه. نوض عاوني نوض. اش جاك؟ سير. يا بسم الله. والله ما كنتش الله. مزيان؟ مزيان. اسمح لي. علال. هادشي راه خاصو تغرق مزيان. ضرب تيبان القزح. ضرب تيبان القزح. قدي. يا بسم الله. يا الله. زر اخويا زر. الو. احتراماتي يا سيد الولي.
حادثة من الحوادث اللي يمكن تجري في أي منجي من عماس. وي سو سون هيلاس لي ريسك دي ميتي يا سيدي. فوالا سي البلافون دين غالري ريسامون اوفيرت سي اكرولي بروبابلمون اون بوش دو غريزو كي اكسبلوزي. وي وي مسيو الوالي مالوريزمون دي زوفريي سون ريستي دون لو فون. وي نو 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 اون اينيور انكور لا ناتور دي ديغا سيدي. على كل حال الناس ديال الاغاثه راهم خدامين كيعملوا اللازم وكنتمنى على الله العمال اللي لتحت يكونوا باقيين حيين. اي وي كيسكو بو فولي لي زوفريي اون كومي ليغور دو سافونتيرو دون اون غالري نون انكور سيكوريزي. ما كيعملوا لك غير اللي قالهم راسهم اسيدي راه ما كيسمعوا حتى شي حد. ما وي سي سا لا سيدي لي سكور سون طون كور نعماس. Oui, bon, je ne manquerai pas de vous rappeler, Sid Louali. Achter Amatia, Sid Louali. أنينا علاش أنينا صلى سيدي غادي يديروا لي تقرير على الحادثه وكل واحد يتحمل مسؤوليته وخص هذا المشكل هذا يتحل في اقرب وقت قبل ما يوصل الخبر للراي العام والصحافه تنوض تدخل النفاق في القضيه. اسمح لي يا سيد المدير هذا الشيء راه كان منتظر وانتم ما تخبرتوا به. وضحك كلامك وضحك كلامك اولدي. الضغط كان قوي على العمال السرعه باش غادي الخدمه في المنجم بشكل عشوائي ما يمكن الا يعطي كارثه من هذا النوع. اشنو كتقول عملتي الزله وبغيتي تلبسهالي ياك الزياده في الانتاج مولاي ماشي معنيتها تنسى القواعد الامنيه ديال المنجم. C'est tout simplement de l'incompétence professionnelle, monsieur le contremaître. Allô? Ah, madame, ça va le chouïba diali, tu as bien dormi. Eh bien, tu l'as fait, cher, tu l'as fait. تفضل سيدي الباب من هنايا ولا تنساش جو لاسبير بور فو مسيو لو كونتر ماتر بلي الناس اللي لتحت يكونوا مازالين حيين. تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم
السلام. إلا سمحتوا بغيت نتكلم مع شي واحد من المسؤولين. شكون سيادتكم لالا؟ أنا صحفية. لا خليك البطاقة المهنية ديالك. نعم أستاذ. لالا. هاد السيدة بغات تتكلم مع شي واحد مسؤول في الشركة عندكم. أشنو خصك لالا؟ السلام عليكم. بغيت شي معلومات حول ملابسة الحادثة. بحال اش لالا؟ بغيت نعرف شحال ديال الناس حاصلين تحت الارض واش كاينه حاله وفاه. انا ما يمكنليش نفيدك الا سمحتي شوفي مع السيد المدير عطاك. ها هو جاي السيد المدير. الا سمحتي هاد السيده بغات تهضر معك. ليلى عمران صحفيه بجريده الحقيقه. نعم لالا. الله يخليك سيد المدير. بغيت اذا كان ممكن تكلموني على ملابسه الحادثه. بغيت نعرف اسبابها وعدد الضحايا واش كاين امل لانقاذ العمال الاحياء. يا صاحبي نقول لك اسباب الحادثه هي نفس الاسباب عدم احترام العمال الشروط الامنيه داخل المنجم. مجموعه منهم دخلت لهذا المنجم هذا هو مازال ما توفرت فيه جميع التدابير التقنيه الوقائيه. هذا اللي كاين. ولكن سمح لي السيد المدير اللي جاري به العمل هو ان العمال ما تمكن لهمش ياخذوا قرار من هذا الحجم من تلقاء انفسهم. المفروض انهم ترجعوا للرؤساء ديالهم. اسمعي لالا، حنا كنصرحوا رسميا وكنتحملوا المسؤوليه ديال اقوالنا. هذه الحادثه هذه السبب ديالها هو تهور العمال. الاخ انت اطار ديال الشركه اشهر لك في تصريح السيد المدير. أنا لالا كنشوف على كل حال البحث راه هو جاري وإلا تبين باللي كاين شي تقصير من طرف شي مسؤول راه كل واحد غادي يتحمل المسؤولية ديالو. اسمح لي لالا. فريسة خويا مشيت وحال وحكم من الوحدة. وا وليدي والأمر بيد الله. واش أنت بغيتي تسكتنا؟ شوف أصاحبي دريس رجليه مهرسة وصابر مالك على هاد الحالة. ما علينا غير نتسناو الخوين حتى يوصلوا وديك الساعه يحن الله. انا ما بغيتش نموت تحت الردم. انا فهمتي ما بغيتش نموت تحت الردم. واش بغيت تسكتنا ولا ما بغيت تسكتناش؟ شكون اللي بغى يموت؟ شكون؟ حتى واحد. سكتنا علال. هنينا ما بغيتش نموت فهمتي ما بغيتش نموت. أنا نهضر أنا أسجي وزعي في البلاد. تشوفوني أنا كيفاش داير في حالتي وتشوفوا كيف كيف أنا واش غادي نوقف ولا ما غادي نوقفش كاع. ربي خوي ديجا يا الصبيعة قلت لك راكي معكسة ها أنت بقيتي هجانة بلا وقت. داك الشيء ماشي شغلك ليهم الله. وزيدك حاجه اخرى رد البال لراسك حيت الموت راه ما كايناش غير في المينا. تي باش كتقتليني وعزيزين عليك المشاكل في بلاصه ما تعيشي معايا معززه مكرمه فضلتي عليا عطاش. ها هو مات تحت الردم في الغار. اجي دخلي عاودي لباباك في التليفون. يا قلت لك شحال من مره ما باقيش جبد مصطفى على فمك. هو بعدا راجل عليك وبدراعه كيتك انت اللي النهار ما طال وانت كدور في الزناقي. ياه نهار ما طال وانا ندور في الزناقي كنصور الحبه الحنتيت الفلوس الصحاح اللي ما عندكش وعنده فلوس الحشيش اللي كتهلك بهم ولاد عباد الله حتى شي نهار يديوك للحبس. الحبس الحبس كيمشيو ليها الكوان بحالك وبحاله. ما انا عندي في هذا الراس المخ ما عنديش تبان بحالك اللي عاجبها الميزيريه والكحل وهذا تبقاي فيهم ان شاء الله ديما. نتزوج بك باش تعيشني بفلوس الحرام. سير خويا الله يبعد بلا من بلاك شي بعدا واخا تبقى غير انت بوحدك في هاد الدنيا. ياه والا ما نوقفك على كلامك الا ما نبقى لك غير انا وتجي تال عندي كطلبيني. ها ونزيدك بقى منك عداد الزين ها الكل كيتمناو غير نضحك ليهم. انتي ما عاد باغا طيري ما عطاش الحاسبه عند راسك والا ما تجيتي لعندي فين ما تشوفي هاد الوجه هذا بزقي عليه. خرج عليا خرج عليا وانا نجمع لك الشوقه
بعد مني عطوني بتيسة ضرب على ساحتي عشنية ضرب على ساحتي وزيدون هذه راه بلاصه الخدمه سير في حالك شتي والله ولدي هذه الخدمه هذه حتى هي اللي معنت بها الا نخليك فيها يا خويا ديجا كما تسمعي جواد ولد المدني بزقي ان شاء الله يلا رول ما عنده باجاج سعيدة اجي اختي اجي نعم اختي شنو قلتي استنى دوري ضرب بعدين نسلم عليك بس عليك صحه لاباس انت نطلبك واحد الطليبه شوفي بغيت غير نمشي نطلع على مصطفى وصحابه نشوف حالهم كي داير ردي لي البال غير نص ساعه ولكن ما تعطليش عليا لا اختي والله لا ما تخافيش ما نتعطلش عليك هانتي ها الصرف هنا وكل شيء الله يرحم لك الوالدين يلا اختي بالسلامه الله يسمع لك كتدخن بزاف السي جمال والقرو غيهلك لك صحتك كل واحد كيختار كيفاش يموت وهذوك العمال اللي حاصلين تحت الارض هما اختاروا يموتوا تحت الردم اسمعي يا لاله الله يخليك انا راني هضرت معاك الا بغيتي ما تنشري في الجرائد سيري عند المدير وانا فوتيني عليك بغيتي تلعب الدور ديال الخبيث ولكن راه ماشاش معاك انت راك مربي وولد الناس راني سولت عليك كتبحتي عليا هذا داخل في اطار عملي علاش كتقلبي الحقيقه بغيت نعرف شكون دحر ستات الخدامه إلا بغيتي تعرفي الحقيقة سيري عند المدير راه هو قوة الضغوط على البيرسونال كامل وعندها نتيجة كتشوفي فيها وشكون اللي عطى الأمر للخدامة باش ينزلوا لهذاك الغار أنا اللي عطيت الأمر أنت؟ أنا غير كونتر ماتر أنا لا حول ولا قوة ليا أنت قبل ما تكون كونتر ماتر أنت مواطن والمواطنة الصادقة تتفرض عليك واجبات قبل من الحقوق منها تصحيح مسار البلاد منها محاربه انا راه ما كندير السياسه الا ما تدير السياسه هي تديرك راه لازم كل واحد منا من الموقع ديالو يساهم في التصحيح الله يخليك الله يخليك واش كاين شي اخبار لا لا الحاله بقى على ما هي عليها نتمنى الله يكون كل خير اوليدي عندنا الوليدي ميت ولا حي لا لا ولدك منو والاخرين سي عمر كاين عليه شي اخبار الله يخليك نتمنى على الله يكون كل خير السلام عليكم كيف كتشوفوا رحنا في عين المكان ورحنا باتصال مستمر مع اداره المنجم ورحنا عبرنا على استيائنا لاداره المنجم على هذه الحادثه هذه كما اننا نعبر على تضامننا مع عائلات الضحايا والله يدير شي تاويل ديال الخير يا ودي الزهر اللي ما كاينش حال هذا اللي قراو معايا واهلي في نصر اللي طبيب واللي مهندس واللي تيسوق الطياره قبح الله الفقر ليش من طياره ولا صاروخ رحنا مدفونين في 800 متر تحت الارض صاحبي أمسكار تبتا تقل بالله شتي ربي إذا طولنا العمر مازال غادي نشوفوا الشمس كتشرق خويا ديها في سوق راسك الله يخليك واخا إلا خويا أنت متي راك دوزت يا خويا أنا باقي ما شفت ما تشوفت باغي نعيش أخويا علاش تخسر لهاد ها بوحدك اللي باغي تعيش حنا ماشي بشر وانت عشتك اش غادي تصنع تملك الله كاع عطاش بحالك بحال الخوت خويا انا ما عندي خوت وما خو حد هنا كله خو راس الله يرحم الخوت شوف هذاك البارون غادي تسكت ولا غنوض نهرس لك وجهك انت تهرس لي وجهي انت تهرس لي وجهي اجي اخي تهرس لي وجهي والله تنضغطك بالله ها البارون راني ما كانش منك. انا برهوش وانت حمار وبقى في كعال كادر ومازال باغي تهز الراس اش نوض يا وليدي انا راسي مهزوز باقي كاع ما خلقيت مكش بك بالحق ملي والديك ما ربوكش انا اللي غنربي والديك اشك عمر اشك عمر اهدأ عمر اهدأ 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 اهدأ
شنو بابا انت ليت هاك اخو هاك اخو شوية عندك شوية اشرب اخو دريس خويا دريس 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 خويا عافاك دريس دريس لا حول ولا قوة الا بالله ولا بينا الزمان حتى ولاو البراشي تكرسوا علينا الله يهديك يا عمر الله يهديك راك انت مول العقل يلاه عجبتكم هذه الحاله دابا فاش حنا والله حتى ربي الله يتن نفسك واش انت بغيتي تسكت ولا ما غادي تسكت راه الا ما سكتي غادي نربيك سكم حامل عليا حيد يدك حي من نهار خدمت معاكم انتم محاملينيش بحال تقول كتخلصوني من جيبكم وانت اللي كتقلل العفه على عباد الله احترم الناس الا بغيتي نحترموك والله يا دكتور تعلم قريب السلام عليكم لالا وعليكم السلام هاك لالا البركة بسم الله زيدي لالا البركة هادي هادي راه جمعها الخدامة تعاوني على دوير الزمان بارك الله تيدي الله شي تاولة الخير لعلال والاخرين بارك الله وفيك والله يجيب شي تاولة الخير امين السلام عليكم لالا السلام عليكم الله وفيك انعام خالتي هادو غير صحاب علال جابوا واحد الامانه والله سجلية كثر عليكم شحال اللي تحشى فيها هذا الصح صبر عدري صبر ماما اه اجي نقول كيف ها عندك شي طوبة السكر شي طوبة السكر سكر ولاش تحلية السكر أوي تعرف مريض بالسكر وعلاش ما قلتهاش لي يا إدريس علاش قلت احتاش واحد ودوايا نسيت بالفوق وقع بطوش وي 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 وقلت يا صاحبي هاد ديكاري الاداره ما كانش يخليوك تنزل عندي يا عمر كان تعرف الاداره الى فشلت قلت عيزيو عليهم الخدمة هو نموت بالجوع وادريس والأرزاق بيد الله أولينا شوية علاج أجي نوقضو شوية أغيك حقا أولي من إيه شوية شوية أغيك حقا أغيك أنا ليش غيمة دمارة علاج باقي عندك شويه د تاعي نشوف هذيك الفكره واش فيها جلس تفضل يا جمال واش عرفتي علاش جبناك؟ قال لي السيد على الحادثه ديال المنجم اقوال ديالك انا سيدي ما عندي حتى مسؤوليه في هذا الشيء اللي وقع انا طبقت التعليمات ديال المدير التعليمات اللي عطى الاطور كاملين واللي هي الزياده في حجم الانتاج ولو كان على حساب ارواح البشر سيدي خصكم تعرفوا الظروف فاش كنخدموا حنا غير مامورين التعليمات ديال المدير ما كنقدروش نناقشوها واش هاد الخدمه عندكم شي كيشرق شي كيغرب ما كاين قانون القانون كيبقى حبر على ورق اسمع السيد
القانون دار باش يطبق ماشي تحت ديكور وكل واحد يدير اللي بغا في المنجم تحت الارض على ما اخر سيدي. تعرف بلي المدير صرح بانك انت اللي صيفطتي العمال لقال غير زويت بلا ما يتوفر فيها ادنى شروط الوقايه. ضغط عليا كنت ترفض لانك انت هو الرئيس المباشر ديال العمال اللي هبطوا دابا اللي تحت الردم ماشي المدير. قول لي عندك شي مشكل مع المدير؟ عندي رفضت نسني له على وثائق مشبوهه. حلاش دي فاكتور فاتورات مزورين وهميين. زعما بغيت تقول لي المدير خرج منها ولبستي انت؟ كاين سيدي محضر اخر اجتماع واللي حضروا فيه الاطور كاملين. اسيدي حتى المحكمه ودلي بهاد الحجوج. تفضل تفضل اسي جمال. ما جايب معاه والو كيقسم معايا انا ماكلتي اللي كان كله وجمعناه. المهم غير باش نسدو حتى يفرج الله. جيت عليا انا عرض لي خبزه ولا عنده شي ماكله ياكلها. عيش غير انت. وشد سمعوا صوت الحفير قربوا لينا. احنا هنا اي خويا ادريس تعتقنا. ها ما قربوا يلا ارفع سر يلا. خمس ايام عاد واصلين لينا. خمس ايام عاد واصلين. أشكون تما؟ العربي. أشكون العربي؟ العربي الكامران. شكون اللي معاه؟ معايا المختار كريستيان. أشكون أنت؟ أنا علال. علال أخويا راه حنا حاصلين هنا وعاد خونا. راه حتى حنا حاصلين. هادشي اللي كان خاص، حنا حاصلين وتزادوا لنا جوج أخرين. أنا فاس لهنا. ضرب ضرب ارفع على السعادة. أضرب من عندك. زيد أريدك زيد جر جر زيد زيد أريدك زيد صعيبة زيد 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 أريد من جدك زيد عطيتك ثلاثة على ثلاثة في التنقيط السنوي. أنت إطار منضبط وما فيك مشاكل. شكرا سعادة المدير. حنا كنقوم غير بواجبنا واللي كيستحق شي حاجة كنعطيوها له. يمكن التصرف. سالي داك المحاضر ديال الاجتماعات الأخرانية مازالين عندك؟ اي نعمس وكلهم وقعين نتوما نعمس. وشحال كديروا ديال النساخ عادة؟ كنعملوا وحدة نعمس هذيك اللي كتوقعوا لها نتوما ومن بعد الى احتاجينا شي نسخة كنعملوا لها فوتوكوبي. يمكن لك تجيب لي الملف ديال المحاضر نشوفه. هي الاولى نعمس دقيقة وكون عندكم. هلال باقي عندك شي زقيفة ديال اتاي؟ اه
دريس مالك يا دريس؟ هما دوي انا كنسمعك. بغيت نقول لك شي سير. قول. كتعرف المرأة اللي عايشة معايا هي والدري؟ هي مراتك وولدك. ايه مالهم؟ أربي هم عايشين معايا لما ندير العقد مع المرأة. سوي انت ما ديرش التعقد مع المرأة ولا؟ وعلاش كيفاش؟ على شيلة تيار بخيس تنقل مليون مرغتا حتى وصلنا لهنا يا عمر. لا ما ادريش حل الجيب يا حل. هنا الجيب هذا. ايه هذا الاخ هذا. لا لا الى اكتبه وخرجت حيين اعطيها الولد وامه فرق بزك عمر فرق شهد تريس. دريس 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 ولدي دريس 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 دريس. والخوت دريس مات. الله يرحمه. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سواء اليوم سواء غدا الحقوق ولا بد. 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 كنطالبوا باش المسؤولين يطلعوا على هاد الحاله اليوم. المدير خصو يدوز من المحكمه. اتفق معك الكلام اللي قلتي كله معقول، ولكن ما تنساش باللي راهو رانا عائلات كتعيش من هاد المنجم. اش غنصوروا حنا من هاد الاضراب كاع؟ فين غيوصلنا؟ خاصنا نحلوا مشاكلنا. كتسمع الحل هو الصمود حتى يهزوا لنا عند المدير وربعتو. الله يهديك الله يهديك الديليغاش كتخرف. اش بينا وبين شي مدير يديو كاع ولا يحطوه؟ ولا كيهمنا هي مشاكلنا خاصها تحلوا. واش كتسمع ولا لا؟ والخوت اللي تحت الارض الا مازال مكتب لهم الله العمر راه غادي يعيشوا. ما كتبش لهم الله العمر الغالب الله اش غنديروا لهم؟ نقتلوا 100 عائله على قبل سته الناس. كلاخ هذا كيش مكلخ قدك. ها مراتي مليوحه في السبيطار انت اللي غتشري لي الدواء. مرتك غير مريضة، أما دوك الرجال اللي تحت الأرض، راه كلهم ماتوا. أموت حتى أنت إلا باغي تموت، راه ما كاينش اللي غيتزقل من الموت كتسمع. والموت راه علينا حق. قولها لراسك. الصمود 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 النضال 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 الصمود 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 الصمود. انا دائما كنقدر الرجال بحالك اللي كيعرفوا شنو هي المسؤوليه. انت
كيفاش بقات السيدة مراتك مسكينة؟ قال لها الطبيب نعم السي بلي خصها تفتح، شدت لها ديك المصيبة في الراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاك نخد هاد البركة باش تعاون، وإلا خصتك شي حاجة رجع لعندي. الله يجازيك بخير نعمس. السي العياشي، علاش اللي ما ديرو شي نقابة أخرى؟ نقابة أخرى؟ بوكو با؟ هذا زمان التعددية والقانون كيعطيكم هذا الحق. السلام عليكم السي الخمار. وعليك السلام، على سلامتك يا لالا. شتك هاد الأيامات مخلية الخدمة وما عرفت بين ساعة. كنتي تعلميني ونجيب شي حد اللي باغي يخدم بالمعقول. والله السي الخمار. وزيدون. كل ساعة جايني هذاك وجه المدني مدير لي السكندر في المحال. لا 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 لا، هاد الشيء ما عجبنيش. السي الخمار راك عارف المصيبة ديال المينا، راه مشيت غير نطلع على مصطفى راه تحت الردم، ما عرفتو حي ولا ميت. يكون تحت الأرض ولا فوق الأرض، الله يحسن عون بنادم. أنت راك عارفة بالله أنا غارق كريدي، وإلا ما دخلت فلوس وعطيت الناس فلوسهم ممكن نمشي للحبس. أنا بصراحة أنت ما لايقاش لهاد الخدمة. ها حسابك والله يعاون. هذه هي بكل وضوح وأمانة ملابسات الحادثة، والإطار اللي تبتات مسؤوليته في الحادثة راه تم اعتقاله مع كل أسف. الإدارة كتشهد له بالكفاءة والاستقامة والتفني في العمل. Vous ne voyez pas, monsieur le directeur, que les causes de cet accident regrettable sont dues particulièrement au non-respect des règles de la sécurité au sein de la mine. Mais vous dites n'importe quoi. L'idara ديال الشركة كتقوم بواجبها مولاي. وما ثبت، أقول وما ثبت يوما من نهار اللي تسميت أنا شخصيا كمسؤول في هذا المنجم أننا تساهلنا في تجاوز القانون، وخصوصا في هذا الباب. وانا دائما كنلح على أولوية سلامة العمال أولا وقبل كل شيء. سيد مدير محترم، إلا سمحتي، كتروج شائعات حول سيد جمال رياض الإطار المعتقل حاليا، كتأكد بأنه مجرد كبش الفدية ضحت به الشركة، وكتضيف نفس الشائعات بأن هذا المهندس مع باقي الأطر كيتعرضوا لواحد المجموعة من الضغوطات باش يعطيو الأولوية لشي حاجة سميتها الرفع من المردودية ولو تعرضوا العمال للخطر. هذه انت قلتيها بنفسك. سا سي فو كي لو ديت. شائعات وي وي شائعات دي بوباغ كوا. دو توت فاسون لا لا، راه ملي كطيح البقرة كيكثروا الجناوي. كنذكرك السيد المدير المحترم إلا سمحتي باللي راه بنادم هذا اللي طاح ماشي البقر. خالتي خالتي عافاك عافاك إلا ما كلي شوية، راه شحال هادي ما تقتي النعمة. شحال هادي ما قلتي لي يا خالتي. وتنتي يا خالتي الله يهديك عليا، انا رانا بحال بنتك وما عندي حد غير انتي وعلال. علال حيال على علال، حيال على علال، حيال على وليدي ما عرفتو ميت ولا حي. خالتي بغيت نقول لك شي حاجه. اشنو بنيتي؟ رانا حامله. حاملة بنيتي برك مسعود، بنيتي برك مسعود. كنت كنتمنى ديما نشوف دريك تولدي قبل ما نموت. براه الباس عليك يا خالتي، ان شاء الله غادي تكبريهم وتفرحي بوليدات علال. علال خويا اسمح لي، لا
قصرت معك الهضرة. شوف اسمك. ما تجيش عليها. شوف اسمك كاين. أنا خوت مصطفى. أنا خوت. بغيت نسولك. سول. بنتا شحال من عام وانت مزوج؟ علاش؟ سولتك. وانت كتفهم شغل العيالات؟ غادي تكون دابا هادي واحد لخمسطاش ولا ستاش العام ديال الزواج. دابا انا خاطب بنت الحاج العربي. الحاج العربي؟ الحاج العربي اللي شكون اللي خرج تقاعد الشهر اللي فات. عرفتو. دابا إلا كتب الله ومتنا واش تزوج بواحد آخر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما التحية تا ما غاديش تزوج. ماقدرش نتزوج على ما شاء الله. خليني دابا مع الهضرة. ماجي عليك مصطفى دابا خي صغير فاهم الدنيا والو. طلب لان جمال صاحبي عرفت ولد الناس ونعم الصداقه. المهم معك الوثائق. هالنسخ المحاضر الاصليه عند المدير. هادو صورتهم بالاخبار. الله يخليك هالامانه وما شفتيني ما شفتك. شكرا. وباش يمكن هاد الوثائق تفيد قضيه جمال؟ هادو المحاضر ديال الاجتماعات اللي المدير كياكد فيهم على الرفع في الطوناج والزياده في المردوديه. و تظن بان هذه جريمه في نظر القانون؟ الامر لك يتعلق بتهديدات صريحه موجهه للاطر. هو ربط الزياده في المردوديه بامكانيات نقص اليد العامله، وبالتالي ولاو كاع الاطر مهدين. كل شيء ولا خايف على بلاصته. المدير خلق جو مشحون بالخوف والرعب. شخص ماكيافيلي ما في قلبوش الرحمه. يلا طيب. هاد المحاضر راني صيغتهم بكل موضوعيه. الله يخليك مديهم للمحامي يمكن يلقى شي ثغره ولا على الاقل يخفف الحكم على جمال. الله. اما المدير ما كنعتقدش انه يحصل في هذه القضيه لانه ضابط اموره. الله يخليك ما شفتيني ما شفتك. الله يهنيك. تهنا تهنا السي علي. السلام عليكم. اي خديجه خديجه. شكرا. انا بغيت نعرف غير مالك بيع شبابك غالي. مالك على هاد الحاله هادي مالك؟ انت شوفي شوفي الى مستوى وصلتي ليه. الخطيب اللي هو الخطيب راه هو مدفون في الغار. السيد اللي خدامه معاه جرى عليك من الخدمه. مالك على هاد الحاله مالك؟ هذا شي عكس هذا عندك. والله الا خصك تمشي تخوص خينتي شتي انت ديك النيه غادي تلقى الله. شوف تنقسم لك بالله تنهضر معاك من قلبي. راعي شويه لنفسك وردي البال لراسك. انا ندير معاك واحد القضيه غير انت قولي ايه. نخوي انا وياك هاد الفيلاج كله نخوي. نمشي انا وياك نعيشوا غير انا وياك في شي مدينه. انت غير حلي فمك وانا راه ما كاين غير رول ما عنده باكاج. غتخطيني عليك يا جواد ولا راه غنحل فمي بالمعقول وغنجمع عليك شي جوقه اللي عمرك ما حلمتي بها. عطيني باتساع. انا راه ما نصلحش ليك. سرق قلب على شي شمكره بحالك. بزاف عليك بزاف عليك
باش نقلب على الشماكريه. راه انت اللي شماكريه وانت انا باغي نعيشك في العز ولكن انت باغا تدل. وشنو انت يا كاع شنو كتحسبي عند راسك؟ شنو راه منك عداد؟ سير الله يمتحت لي ايوا جرب ها هي يلا رول. دابا ما عنده باجاج. اسرار الشركه خرجت وتنشرت في الصحافه، ها هما ناشرين محضر ديال الاجتماع الاخير اللي وقع قبل الحادثه. ولينا عريانين امام الراي العام وما بقاتش شي حاجه كنسميوها سر المهنه لو سكري بروفيسيونيل. ميسيو سيري انت اللي مكلف المحاضر كيف جات هاد الوثيقة هادي ووصلت للصحيفة؟ المحاضر السنة اللي طلبتيهم لي نعمس سلمتهم ليك، والأصليين أنا راه ما بقات عندي أنا حتى نسخة. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. ما سي با بوسيبل. واش الصحيفة دخلات وسرقات هاد الوثيقة هادي من الإدارة ولا؟ هاد الوثيقة هادي تسلمات من يد ليد، وهاد الخبيث هاد المسخوط اللي تعامل معاها راهو خلق واحد القانون اللي كيلزمنا بسرية المهنة. ما بقات ثقة حتى لشي واحد فيكم. أوه صاحبي جروب ديال الخدامة غارقين تحت الأرض 600 متر. 620 متر. أنا ورطني المدير كل ما نفذش التعليمات ديالو غادي يخرج عليا، ينزل عليا يخرج ليا على مستقبلي. وملي درت بكلامه المصيبة وقعت وأنا اللي وحلت فيها. ترام زمر ريال زيارة. الأستاذ عبد الله الطيبي محامي مكلف من طرف الصحفية اللي عامر باش نأصلك في هذه القضية ديالك. أهلا بك. أهلا تفضل. سي جمال حسب الاطلاع ديالي على الملف وحسب الوثائق اللي متواجدة فيه تيبان على أن القضية قضية تبقى متعلقة بالشهادة ديال الناس اللي باقيين حاصلين في المنجم. وكاينه المحاضر ديال الاجتماع. انا نبهت المدير مرارا ولكن بلا فايده. واش كتهضر على المحضر اللي تنشر في الجريده هذا؟ ها هو التنبيه ديالي واضح في المقال. فعلا. على اي حال سي جمال احنا دابا غادي نطالبوا المحكمه بالصلاح المؤقت في انتظار ما تبت في النزيله ويبان مصير العمال الاخرين ضحايا الحادث، وغادي نعاود نشوفك ان شاء الله. شكرا استاذ. استاذ ممكن تجيب لي شي كتب فاش ندوز الوقت؟ اش من نوع؟ ثقافه عامه. ما كاين حتى مشكل. شكرا استاذ. الى اللقاء. ايه ما حشمتوش ها؟ ستات الخدامة تحت الأرض وانتوما نازلين الخدمة حشومة عيب. ما كتغوت علينا اللي ردمتهم ولا انت ما تهنا حتى نتبعو مطاشمة ديال عباد الله؟ أسيدي غنمشي نخدم على ولادي أنا، سمعتي؟ غنمشي ندمر على ولادي. إلا ما خدمتش عليهم ما كاينش اللي غادي يعرفني. شتي إلا بقات الخدمة بهاد التسير حتى
حتى انت العياشي واحد النهار غادي يلقاوك الناس تحت الارض. يلقاوني تحت الارض ونموت تحت الارض ماشي سوقك. الى مت ما تبكيش عليا. يلا تبارك الله عليك، راكي ناشطه مع راسك. تندير خدمتي السيد المدير. قل لي يا أنيسة، شكون اللي عطاك ذاك المحضر اللي نشرتي في الجريدة؟ هذاك سر المهنة. طيب كتعرفي لا لا باللي راه غادي تكوني ملزومة باش تعطينا المصدر اللي زودك. الشركة راه غادعيك. الأمر تهمكم وتهم الشركة، ديروا خدمتكم وبيناتنا القانون. قانون قانون لا لا، خصك تعرف القانون بحال جبيدة، كل واحد كيجبدو حسب القوة ديالو. هذا كان زمان السيد المدير، أما اليوم هاد السلوك أصبح متجاوز. أنا ما عندي حتى شي مسؤولية على داكشي اللي وقع. صحيح، هذا ما فيه شك، على حقاش كتعرف كيفاش تضحي بالآخرين وتخرج منها أنت ناجي. أنا مسؤول؟ مسؤول إيه تماما، مسؤول على شركة كتساهم في اقتصاد البلاد. نساهموا في اقتصاد البلاد كلام، ونضحيوا بالعمال ونهضموا حقوقهم كلام آخر السيد المدير. على كل حاجة نقولك الكلام معاك ديال الوقت، في الواقع أنت صحفية فاشلة، ومع ذلك عندي عليك واحد الاحترام لأنك امرأة جدية. أنت السيد المدير، أنت الرجل مريض وبحالك تمثل خطورة على العموم، والاحترام متبادل. عندي ليك واحد طلب. مرحبا. تراك عارف المشاكل اللي كتعرف الشركة من بعد الحادثة الأخيرة، واحد خيتي راه مصدعنا بزاف. واش راه مطلوب؟ حيد عليا من الطريق. هنيتك. خليني بعيدة. لا لا لا، هذاك شغلنا هذاك. الو. نعم المعلم، كل شيء في امان الله، حسب الشغل مقضي، الليله تجيك الخبار. عاود لي اخونا كيفاش راب عليكم الغار؟ دابا حنا كنا تنحفروا. أيوة. تحفروا في الغار لتحت ولتحت، وكاينين واحد البودرات، بودرات كبار هما اللي شادين الغار، وحنا كان معانا قدور. أيوة. كان معانا عباس. أيوة. وكلهم ماتوا. لا هادو كلهم فاش طاحوا بقاو كلهم طايحين. وما فاش دير باك فاش سمعنا ما عرفناش. انا بوحدي بقيت مقصح وبقيت لا فراسي. انت كدا خونا عباد الله، تقرح عباد الله، تقرح سيارة الإسعاف، انا مزوقة فيكم. غتكتبي عليا في الجورنال سيدي حالو كدا طرا ليا فاش تردم علينا الغار. حنا نرفق عقل على الطوموبيله اللي ضرباتو. هاد السيد راه يكون يا اما حماق يا اما مجرم. انا مزوقه فيك اخويا سياره الاسعاف، انا مزوقه فيك. انا عارف دغيا ما تحركش تجي سياره. ترجم علينا الغار حتى لا ديليكي. وانا والله لا السلام عليكم. زقلتيها؟ أنا ناس عرجن بالراحة. راه عندها عمر كلب المعلم. ما فهمتش أنا كيفاش فلتها، ما فهمتش. راه أنت اللي ما عرفتيش تتصرف بالعقل. أنت خلقتي لنا مشكل قداش ناهو. لا دابا. ألو؟ مات؟ شوف حنا خليناك كتلعب كيما بغيتي في السيكتور، السلعه كتوصلك حتى لهنا، وعمر شي واحد مزاحمك في السوق. طبطي في السلعه جوج المرات وغمضنا عينينا. طلبنا منك خدمه صغيره تهنينا من هذيك الصحفيه
واخا غير تعطبها باش تشد الارض وتعطينا الاتساع، انت زدتي عورتيها وقتلتي لي هذاك المسطي. يا الصحفي غتقعد لنا بالمرصاد. شوف المعلم، المره الجايه والله ما نزكلها بالله. ما كاينه مره جايه ولا والو، غادي تخوي البلاد وعندك تذكرنا على فمك. راك عارف ما غادي يعجبك حال، راه الا فاتو تشدوك وجبتينا على طرف لسانك راه تما داخل الحبس غادي نفضي معاك. ولكن المعلم في غادي نمشي انايا؟ لا السوق ما سوقيش، شغلك هذا، ارض الله واسعه، دقيقه واحده ما غادي تزيدها في البيلاج، فهمتي؟ سير درك عليا كمارتك. ولكن المعلم سير درك كمارتك حمان، ديرها مارش. شبه كاين شي ما نكميو؟ شبه يعني؟ أنا نكمي والله ينعلبو هاد النهار اللي عرفتك فيه في هاد الحرفة هادي. سير بعد مني، شبه عندي شنو؟ راه ليا ما نكميت، تماك وليتي خايب معايا جواد. غتفوتني هو هذاك، ما غتفوتنيش، غادي نهار عرفتي ما غادي. سير بعد مني، الأول ما عنده باكاج، طلق مني. راه ليا ما نكميش. سير بحال. أنا نكمي أصاحبي. سير بحال. جواد جواد. شوف اه الله يحفظك، اه شوف طلق مني. سير بحالك، سير بعد مني، قبل تشوف حد ديال الكازا. سير بحالك، سير بحالك. زوال يا خويا، يا خويا. لقينا الطوموبيلة بالحق، تبين انها مسروقة لان مولهام ديكلاري البوليس هذه سيموا، ما لقيناش هي البصمات وهذا راجع للحيطة ديال الفاعل. ولكن واحد المسألة اللي حيرتني، لقينا الكيف في الكفر ديال الطوموبيل. الكيف؟ ممكن تكون السيارة كتستعمل لتجارة المخدرات. ايه ولكن اش من علاقة عندي انا بتجار المخدرات؟ البحث اللي غايبين هادشي، كتشكي في شي حد؟ لا، انا جيت للفيلاج لتغطيه حدث المنجم وما عنديش علاقات اللي يمكن لها توصل لهذا العداء. السلامه. الله يسلمك. شكرا استاذ. على سلامتك. الله يسلمك. نظرا للملابسات اللي كاينه في الملف زائد المحاضر اللي تنشرت في الجرائد، المحكمه راهي متعدك بالصراحه المؤقت في انتظار ما تبت في القضيه. الحمد لله، والفضل كيرجع لك استاذ. والصحفيه ليلى عامر. سي جماعه على سلامتك. الله يسلمك. انا موقع عندي مندير هنا وزيد، ما خصنيش نبان معكم حتى تتضح الامور. فهمتك. السلام عليكم. تفضل سي جماعه. هاد الايام هادي المنجم كله كيغليك، غادي نوقفوا الامور بعد ما يتهدى الوقت. البرهوش خرج صراح موقات، وهذيك الصحفيه غير كتهبش، التزمتي باش تهنيني منها وخرجتي في واحد الحمق وعظمتي الامور. واش نقول لك؟ حاولنا حاولنا، ولا ادلي اخيرا عندها واحد الزهر كيهرس الحجر، والله ما عرفت كيفاش ولدت. سمعت باللي دارك لقاو السياره؟ لا ما تخافش ما تخافش، انه هذاك السائق ما غاديش يعطروا عليه، راه خوا البلاد. جيسبير. كيف ما كان الحال خلوني بعيد. يا سيدي راه كتعامل مع الرجال، راه حنا واقفين على الصح.
مالكم مالك الشاف راه كنا ناسطين خرمزتونا ما فهمنا والو. فين جواد بالمدني؟ فين جواد بالمدني؟ جواد بالمدني الشاف بلاتي انا عمو استهلك هو كبير الحشيش. جواد بالمدني انسى الكازع عند خالته وطلقونا الشاف خلنا نكملوا الليله. ريح ريح يلا تحرك يلا اسمح لي ليش عمر 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 ولدي مسامحة أخويا عمر مسامحة اسمح لي راك بحال أخويا الكبير اسمح لي علاش غادي نسامح لك ولدي ما درتي لي والو المناية هادي انا ما بقى فيها غير دريس الله يرحمه تايم الله تايم الله قرأوا القرآن الخوت قرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم يؤمنون فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين دريس الله يواليه برحمة الله الله يواليه برحمة الله مات دريس الله يواليه برحمة الله نستغلوا هذه المناسبة هذه باش نهنيوا بفروق الإنقاذ على المجهودات اللي قامت بها لإنقاذ العمال. وبهذه المناسبة هذه كنشكروا سيد مدير الشركة اللي حقيقة سهر على هذه العملية بكامل الجدية. وأنا بصفتي كرئيس مجلس الجماعي سيد الرئيس انت مطلوب من طرف النيابه العامه. النيابه العامه يا كلبه انت متهم بالقتل العام ومتجر في الحشيش. اش كتهضر بي معقوله الشاب؟ واش عمرنا تمازحنا معك سيد الرئيس؟ تفضل معنا. تفضل. نعم اشكون؟ وما ما قالوا لك شنو بغاو؟ واخا واخا قول لهم يتطلعوا.
السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلوا سيدي. مع من عندي الشرف؟ احنا من مصلحة لوديت. لوديت؟ مرحبا. كاين شي مشكل؟ بغينا نشوفوا الملفات ديال الصفقات اللي بربطوا مع الشركات الحاج الوردي هاد السنة. كذلك بغينا نزوروا المغازان برانسيبال، مستودع الآليات. بغينا نشوفوا لاجون كونطابل والوثائق المتعلقة بلا كونطابيليتي إذا كان ممكن. معلوم، ممكن ممكن، ولكن قبل هادشي غادي نشربوا واحد ديال الكاسات تاعي وترتاحوا، ومن بعد نحضر لكم كل شيء. راه ما كاين مشكل. حنا جينا نخدموا، ما جيناش نديروا السياحه. حضر لنا الملفات السيد المدير. طيب غادي تسمحوا لي، غادي نمشي نجيب الوثائق من المكتب الاخر. واحد دقيقه. تفضل. الو. سي الحاج صباح الخير. نعم انا اسمح لي اللي عيطت لك في هذا الوقت غير مناسب. بغيت نقول لك باللي هذوك الناس ديال لوديت هما عندي هنا في المكتب. بحالاش؟ ايه هنا 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 عندي انا في المكتب. ايه ولكن اتونسيون، راه جاو على غفله. اشنو؟ توصلوا برسالة؟ برسالة؟ ومن عند من؟ جمال؟ جمال اللي مطلوق سراح موقت؟ بون، قول لي الحاج، كتعرف شي واحد منهم؟ شوف هذا هو المتهم. جيب لي كمال بنور. جواد بالمدني. جلس. قلت لك جلس. كتعرف هاد السيد؟ انا هاد الشخص ما عندي به حتى علاقه. انا رئيس المجلس الجماعي ورجل اعمال محترم، ماشي مستوى هاد الصلاقط، هاد المعفونين، هاد الشمكره، هاد المسخين. كيكذب؟ هذا هو المعلم ديالي، وهذا هو اللي كيعطيني نبيع الحشيش والقرقوبي في الفيلاج، وهذا هو اللي كيفورني على الفيلاج كله. هو اللي كلفني باش ندوز في الصحافية بالطنوبيل، صدقت قاتل مسطي. واش عرفتي شنو هي مسطي؟ بديت تصيفطني بوحدي، ديرني في برا وتلصق ليا تنبر وتصيفطني. شوف دابا هذوك اللي كتقيل تزغرت بهم، عيط ليهم دابا. انت غادي تسكت حتى نسولك. قول لي يا سعادة الرئيس، عندك شي علاقة بمدير المنجم؟ علاقة عادية، هو مدير المنجم وانا رئيس المجلس الجماعي. ما بيناتكم شي صفقات؟ انا رجل اعمال، الشركة كتشري عندي السلعة. وفين المشكل يعني؟ واش في نظركم يعني ان التجارة حرام؟ التجارة القانونية واللي باينة، ماشي الصفقات المشبوهة والاطراء الفاحش من اجل السطو على المال العمومي. اخ يا هذا ولا كلام اخر هذا. ما باقيش غادي نزيد انا كلمه واحده الا ما جاش المحامي ديالي. هاد القضيه هذه خصك فيها اكثر من محامي، لانك متهم بتكوين عصابه اجراميه والتجاره في المخدرات، زياده على القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واستعمال الزور لسرقه اموال عموميه حتى هو مدير المنجم. سير سير. شوف انا ما فاهم والو في التخرمز اللي بيناتكم. طلقوني نمشي في حالاتي. ليله وانا بيت عندكم، كرمتوني الله يخلف عليكم، وانا راه عندي ما يدار.
الوقت كيصيف الشاف، إذا لم تقطعه قطعك. سكوت! وليتي مهمة با جواد، اسمح لي والله اللي ما عرفك خسرك. الشاف دابا أنا أنت أنا راه هو اللي فهمتي راه عرفتي حيت هو اللي واش يقدروا يخفوا عليا شي شوية. هادشي شغل المحكمة. هي مشيت فيها. كنتي تفكر قبل ما تلوح رجليك هزو بها هادي. رول ما عنده باكاج. يلا ديهم عليا. الان حنا شفنا راقبنا بان لينا بلي باغي خدامين بهذاك الشيء القديم الجديد ما كاين شيء لا اثر له. لا ولكن راه ما عملنا لكن هذا الواقع عملنا لا كوموند لي خليك عملتوا لا كوموند الان الواقع كيفرض راسو اش من واقع بما انه عملنا لا كوموند ها هما ماجيين صافي حنا اخترعنا شي حاجه وقيلة اخترعنا شي حاجه حنا شفنا الواقع شفنا بون اون باس سبعة ديال لاند روفر الثمن ديال مواصفات اخرى وهذا النوع اللي كاين ماشي ثمنه هذا في السوق تفضل السيد المدير كيف بحال السبعة ما فهمتش اشنو كتبغي تقول سبعة ديال لاند روفر بحال اش هادو كلهم قدام قدام ماشي قدام يعني ما عندهمش حتى 3 شهور هادشي اللي كاين مخلصين جداد ما مخلص ما فين هي الفاكتور اليوم جد وريني فين هما شي يا السيد المدير هاد الشركات اللي تعاملوا معاك تخلصوا مسبقا في الواجبات ديالهم وهاد الاليات وهاد الماتيريال اللي خاص كله قديم اما ما كاينش اما مشري من الخردة على سلامتك وليدي على سلامتك الله يسلمك يا الوالدة الله يسلمك علال نعم أمي عندي لك شي كلام لك شي بس ما كاين عيشة حاملة مبروك مبروك عيشة مبروك السلام عليكم وعليكم السلام إلى كتابة خرجت حيين أعطيها للولد بالعمام مطاف السيد وكيل جلالة الملك الله يخليك تفضل معنا لا من يرحمنا سواك مولانا نسعى ورضاك على باب واقفين لا من يرحمنا سواك مولانا نسعى ورضاك على باب واقفين لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك على باب واقفين لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك على باب واقفين لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك على باب واقفين
لمن يرحمنا سواك يا